حجامة الحجامة الحجامة يا عم الحجامة الحجامة. عندما نتحدث عن الحجامة سنتحدث عن بعض المحاذير الهامة وعن الإيجابيات والسلبيات والأنواع تعريف وهناك بعض المحاذير الهامة قبل بدء أي حجامة وعن الممنوعات قبل وبعد الحجامة. الحجامة هي أحد أشكال الطب البديل الإسلامي القديم، بمعناها البسيط هي إحداث فتحات دقيقة بالجلد عن طريق التشريط وإخراج الدم الفاسد المحمل بالسموم وبقايا الأدوية والشوائب الضارة من تلك الفتحات في أماكن معينة. للحجامة ثلاث أنواع: الحجامة الجافة، الحجامة المبللة، والحجامة بالإبر أو الوخز. ومن المتعارف عليه في الطب الحديث إن الحجامة آمنة وليس لها أي أثار جانبية إذا تمت على أيدي متخصصين، لكن إذا راعينا الأمور يجب اتباعها قبل استخدام الحجامة. متفقين مع بعض إن الحجامة لها إيجابيات لا تعد ولا تحصى، ولكن إحنا راح نذكر أهمها أو أغلبها في الواقع. نبلش بأول إيجابية بإيجابيات الحجامة. الحجامة لها دور فعال في علاج العقم وبتساعد في زيادة الخصوبة عند الرجال. تساعد الحجامة في حالات الصداع الشديد وخاصة في حالة الصداع النصفي. لها دور فعال في علاج حالات ألام الظهر والروماتيزم وألام الرقبة والساقي. تساعد في بعض الحالات النفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر. مسكن موضعي لبعض الآلام. يبقى الحجامة تعتبر من ضمن أفضل المسكنات الطبيعية لبعض الآلام، كما إن لها دور فعال كباسط للعضلات. في هذه النقطة بحب أحكي دكتور أحمد إن سنة 2016 في الدورة الأولمبية في ريو دي جانيرو استخدم السباح الأمريكي مايكل فيليبس، كان أثرها واضح على ظهره أثناء الأولمبية. يعني وبالفعل جابت نتائج كويسة جدا، في الناس بعد كده بدأت الحجامة يبقى لها دور. طبعا هو يعتبر رقم واحد بالسباحة عالمية. نتكلم برضو في نقطة مهمة جدا، ما نتكلم عن الحجامة نتكلم إن لها برضو دور فعال في المساعدة في علاج بعض أمراض الدم زي الأنيميا مثلا. طبعا الحجامة لها دور فعال في علاج الأكزيما وحب الشباب والتقرحات الجلدية. ونقطة مهمة جدا بالنسبة لكل النساء اللي بتتفرج علينا، انها بتساعد في انتظام الدورة الشهرية وبعض الأمراض المتعلقة زي أمراض عرق النسا والتهابات الرحم، كما تساعد في تقوية الجهاز المناعي. وبالنسبة للتشنجات والتقلصات اللي بتحصل لأغلب النساء عند نزول الحيض، الحجامة يعتبر لها دور فعال في إزالة هذه التقلصات والتشنجات بشكل قوي جدا. نحكي عن أهم التحذيرات الهامة ما قبل الحجامة. لما نتكلم عن التحذيرات الهامة قبل الحجامة، خلونا نقول بشكل قوي جدا ممنوع إن احنا نحجم المريض على كرسي ليس له جوانب أو وهو واقف، لأن قد يحدث إغماء للمريض. لا تحجم الجلد الذي يحتوي على دمامل أو على تقرحات جلدية أو التهابات قوية كانت أو ضعيفة. لا تحجم في مواضع لا يكون فيها عضلات مرنة. لا تحجم المواضع التي تكثر فيها الأوردة والشرايين البارزة بشكل عام، مثل ظهر اليدين أو ظهر القدمين، وخصوصا عند أشخاص ضعيفي البنية. لا تحجم المرأة الحامل في أسفل البطن أو أعلى منطقة الصدر، خصوصا في الثلاث الشهور الأولى اللي هي بنسميها الفيرست ترايمستر. يجب أن تكون الحجامة دائما مزدوجة، مثلا كلا اليدين كلا القدمين على جوانب العمود الفقري، فلازم تكون مزدوجة ومتوازنة. من الحاجات اللي بننصح بيها أغلب الناس سواء كانوا أطباء بيعملوا الحجامة أو ناس متخصصين في الحجامة، ما تعملش الحجامة في الأيام شديدة البرودة. كما وننصح أن تتجنب عمل الحجامة لشخص لديه رشح أو نزلة برد أو درجة حرارة جسمه عالية. تجنب الحجامة على أربطة المفاصل الممزقة أو الركبة أو أماكن الدوالي. تجنب عمل الحجامة بعد الأكل مباشرة، على الأقل يجب إتاحة فترة ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل. وانت يا سيدي لو راجل تبرعت بالدم قريب، لا على الاقل لازم يعدي يومين على التبرع بتاعك علشان تقدر انت تعمل الحجامة بتاعتك. تجنب عمل الحجامة لمن بدأ بالغسيل الكلوي. وبرضو عايزين ننبه على نقطة في غاية الأهمية، بالنسبة لكبار السن او الاطفال يجب ان نتجنب الحجامة لديهم الا في حالة واحدة، اذا كانت نسبة الشفط قليلة جدا. بعد ما حكينا تحذيرات هامة قبل الحجامة، الآن تحذيرات ما بعد عمل الحجامة.
يمنع شرب السوائل شديدة البرودة قبل الحجامة على الأقل لمدة 24 ساعة. يغطي المحتجم موضع الحجامة ولا يعرضه للهواء البارد. يجب ألا يأكل المحتجم طعام مالح أو فيه بهارات، بل ينتظر على الأقل لمدة 3 ساعات. يجب أن يرتاح المريض ولا يعرض نفسه للتعب أو الإجهاد أو الاسترس بعد يوم أو يومين على الأقل من عمل الحجامة. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض حول العالم. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. لو انت حسيت ان انت استفدت، لو استفادة بسيطة، شارك الفيديو فدال على الخير كفاعله. كان معاكم الدكتور أحمد عطية الدهشان والدكتور سيف الكفوين. دمتم بصحة وعافية.